بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المؤمنين والمؤمنات لا خيار لهم بعد وحي الله سبحانه وتعالى واختياره، ولذلك قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قد اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الخلائق أجمعين، من الأولين والآخرين، وشرفه عليهم أجمعين، ومجده وعظمه وكرمه، وجعله أحب خلقه إليه، وجعل جبريل أمين الله على الوحي الذي أثنى الله عليه في كتابه خادما لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في وصف جبريل عليه السلام: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وجعله خادما لنبيه صلى الله عليه وسلم في تعليمه هذا الوحي الذي أنزل إليه، ولذلك قال الله تعالى في تمجيد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقف جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى وقال: هذا مقامي لا أتعداه. ورفع الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانا يسمع منه صريف الأقلام فوق المكان الذي يبلغه جبريل عليه السلام. ورفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن أن يرتاب فيه أحد ولا أن يمتري فيه، فالعقلاء من الكفار يعرفون أنه أعظم العظماء ويقدرون ذلك ويصرحون به، فكيف بالمؤمنين المصدقين؟ أنبياء الله أعدهم الله رصدا للترحيب به في السماوات السبع الطباق ليلة المعراج، وجمعهم جميعا ليصلوا وراءه إذانا بإمامته لهم جميعا في المسجد الأقصى. ونص بيعتهم لله جل جلاله هو ما سمعتم في فتوى الشيخ محمد الآن، فهذه البيعة أخذها الله على جميع أنبيائه من أولهم إلى آخرهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد ذكر الله موسى بن عمران كليمه بهذه البيعة عندما أخذت قومه الرجفة في وقت الشدة، ارتجبت الأرض من تحت أقدامهم ونتق الله الجبل فوق رؤوسهم فكانوا في أشد شدة، فقال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأجابه الله تعالى بقوله: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإذا كان هذا العهد مأخوذا على أنبياء الله جميعا وقد علم الله أنهم لن يدركوه ولن يعيشوا حتى يبعث هذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون هذا العهد في رقابنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل إلينا وبلغنا هذه الرسالة وقامت علينا الحجة به وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك قامت علينا الحجة جميعا إخواني وأخواتي بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد المؤكد وهو بيعة مع الله. وقد بيّن الله معية هذه البيعة فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محبته شرط للإيمان، ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أنس: والناس أجمعين. فشرط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان، كما شرط الله سبحانه وتعالى الانقياد لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام التام لحكمه في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه النصرة وهذه المحبة وهذا الولاء يمكن أن يمتحن كل واحد منكم نفسه فيه. كيف يمتحن نفسه بذلك؟ يتصور لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اليوم في هذه المدينة، في مدينة نواكشوط، وعلم أحدكم بوجوده وأنه في المكان الفلاني، هل يسعه أن يجلس وأن لا يذهب إليه؟ هل يسعه أن يراه وهو يمشي في الشارع والناس يرمونه بالحجارة وهو يتفرج ويسكن؟ لا يسع ذلك أحدا منكم، بعد أن قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لكن النصرة إنما هي في وجه أعدائه، فيجب عليكم جميعا أن تنصروه في وجه كل أعدائه. كثير من الناس الآن رأى هذه الاجتماعات وسمع قضية واحدة يتكلم الناس فيها بالنصرة، فأنا أخاف أن تكون النصرة مقصورة عند بعضنا على هذه القضية، وهذا تصور خاطئ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تنصره على والدك وولدك وأخيك وعشيرتك وأهل بيتك أجمعين. فالله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم بروح منه. ولهذا فإن أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنه، يوم بدر رأى غلمانا من الأنصار يناوشون أباه ليقتلوه، فكأنه نظر إليهم لمحبته لما يفعلون، فقالوا: أتعرف هذا العدو الذي قتلناه؟ قال: نعم، ذلك أبي. فعداوة هذا الوالد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت العلاقة بين أبي عبيدة وأبيه. ومثل ذلك أيضا سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة،
لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من السابقين الأولين، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم موتا، وهو الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. لما أسلم اعترضت أمه على إسلامه فأضربت عن الطعام والشراب وأقسمت أن لا تشرب وأن لا تأكل حتى يرتد هو عن دينه. فلما خشي عليها الموت وانتظرت رجوعه عن الإسلام أكب عليها فكلمها في أذنها فقال يا أماه لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس على أن أرجع عن أي شيء من هذا الأمر ما رجعت عنه. فعادت أمه فشربت. وكذلك أبو بكر الصديق فإنه خرج يوم بدر يريد براز ابنه عبد الرحمن لما جاء في جيش المشركين نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على ابنه عبد الرحمن الذي هو ولده الأكبر، وبكر جاء يقاتل مع المشركين فوقف أبو بكر في وجهه يبارزه. وكذلك مصعب بن عمير من السابقين الأولين كذلك، وهو سفير الإسلام الأول، أول من أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم بدر مر على رجلين يأسران أخاه فقال شد أسره فإن له أما ملية، فقال أتعرف هذا؟ قال هذا أخي، ولكن فرق بيني وبينه الإسلام. وكذلك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين ومن الذين يجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة كذلك، في يوم بدر أقسم لو جاء أحد من بني عدي بن كعب من عشيرته لما تركه حتى يقتلني أو أقتله، فلم يشهدها عدوي، لم يأتي أي أحد من بني عدي بن كعب ولا أحد من بني زهرة، هذان البطنان لم يشهد أحد منهما مع المشركين معركة بدر. فلذلك قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ومثال ذلك أبو عبيدة بن الجراح، أو أبناءهم ومثال ذلك أبو بكر الصديق، أو إخوانهم مثال ذلك مصعب بن عمير، أو عشيرتهم مثال ذلك عمر بن الخطاب. آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذلك. بل من الأمثلة المهمة في هذا عدي بن خبيب بن عدي بن جحجبة رضي الله عنه، فقد اعتقل أسيرا في بير معونة وباعه هذيل لأهل مكة فأسروه حتى خرج الشهر الحرام وخرجوا به خارج حدود الحرم ليقتلوه، فلما أرادوا قتله وصلبه صلى ركعتين وأنشد بيتيه وهما ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقال له أبو سفيان بن حرب يا خبيب بن عدي أتود لو أنك في قومك ممجدا مكرما وأن ابننا محمدا عندنا نقتله مكانك؟ فانتفض وقال والله ما أود لو أن نبي الله في المكان الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنني أجو من القتل. ولهذا فداؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فداء حقيقيا. فعلي بن أبي طالب نام على فراشه ولبس كساءه ليلة الهجرة حتى يموه على المشركين، فإذا أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا عليا مكانه. وحسان بن ثابت يقول كما سمعتم فيما أنشد فضيلة الشيخ إبراهيم اللعمركل هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم مقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وفاطمة بنت يزيد بن السكني الأنصارية رضي الله عنها
خرجت من أهل المدينة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم قفوله من غزوة أحد، وهو جريح قد دخلت حلقتان من المغفر في جبينه صلى الله عليه وسلم، وضربه ابن قمعة بسيفه حتى جرح وجنته من تحت عينه، وكسر عتبة وأبي وقاص رباعيته اليسرى السهلى أو اليمنى السهلى، وجحش عامر الفاسق ركبته بالحفر التي وقع فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركة فاستقبله أهل المدينة، فلما أتعبه الناس كان الصحابة يحجزونهم دونه لئلا يتعبوه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الناس وجه فاطمة بنت يزيد بن السكن، فقال دعوا هذه فقد قتل بين يدي اليوم 8 من رجالها، قتل بين يديه زوجها وولداها وأبوها وأخواها وعمها وعم أبيها. فلما نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي كل مصيبة بعد رؤيتك جلل، كل مصيبة بعد رؤيتك جلل صغيرة لا تساوي شيئا. هذا يلزمنا جميعا ويلزمنا أن ننصره في كل الحوادث وكل الأمور، ولا بد أن نتذكر من هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يتصور أن عدوه هو الذي كتب مقالا مسيئا أو هو الذي رسم رسوما مسيئة، وهذا من أعدائه في ذلك الوقت، لكن ليس أخطر أعدائه ولا أكبرهم ولا أهمهم، بل أهم أعدائه من يحاد الله في تشريعه ويوقف أحكام الله سبحانه وتعالى ويعطلها ويبدلها، ومن يوالي اليهود والنصارى على المسلمين، ومن لا يعترف بهذا الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بين الناس. فهؤلاء هم الأعداء الذين لهم خطورة ولهم شأن وبقاء، ولذلك يجب أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم جميعا. لا بد أن نطالب نعم بقتل المسيء ومن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الحكم الفقهي في فتوى الشيخ في ذلك، وهذا لا إشكال فيه ولا يعترض عليه أحد، لا بد من قتله، لكن مع ذلك لا بد أيضا من تحكيم شرع الله على كل الناس، وأن يكون الناس أمام شرع الله سواسية، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم، المسيء منهم والمعطل والمبدل والمغير والعادل عن السنة والمكذب والمشكك والمرتاب والملحد، كلهم من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم لا بد أن ينتصر عليهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله بنصره وجربنا نصره له. فإن الله قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كذلك لا بد أن نفهم النصرة، فالنصرة لا تختص بحضور هذه الوقفات وسماع هذا الكلام والتكبير والحماس عنده، بل النصرة أولها أن تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف قدره ومكانته عند الله، أن تتعلم الوحي الذي أنزل إليه، أن تتعلم سنته، أن تتعلم سيرته، أن تدرس شمائله حتى تحبه، أن تبذل جهدك في الوفاء له بحقه وبيعته ونصرته. فالذي يدرس العلم الشرعي ويتعلم السنن ويتعلم القرآن ويتعلم الأحكام ساع في النصرة، والذي يبلغ رسالات الله ويدعو الناس للالتزام بشرع الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو لما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساع في النصرة، والذي يقف في وجه الظلم ويسعى لنصرة المظلومين وتفريج كروبات المسلمين ساع في النصرة. وتختلف جهودهم جميعا وأجورهم باختلاف فائدة ما يعملون وما يترتب عليه من النتائج، فالله لم يكلفنا بالنتائج وإنما كلفنا ببذل الأسباب، فنحن علينا أن نبذل الأسباب
والله سبحانه وتعالى يحقق من النتائج ما شاء إذا شاء، فلا يعجزه ذلك. ولهذا فإن الأسباب من الشرع وقد كلفنا بالشرع، وإن النتائج من القدر ولم نكلف بالقدر. فلله خطابان، خطاب الشرع وخطاب القدر. أما خطاب القدر فيكون به خلقه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الشرع فهو الذي تعبدنا الله به وعلمنا إياه، فقد علمنا الله أحكامه وتعبدنا بها. والقدر ما علمنا إياه ولم يتعبدنا به ولم يكلفنا به. فالأسباب يجب علينا أن نبذلها، والنتائج لا يجب علينا أن نحصلها. المرء أن يسعى ويبذل جهده، وليس عليه أن يساعفه الدهر. ولهذا قال الله تعالى في قصة موسى وبني إسرائيل عندما فرض الله عليهم دخول أريحا فامتنع بنو إسرائيل من دخولها، قال رجلان من الذين يخافون، أي من بني إسرائيل وهم الذين يخافون أهل الذلة والمسكنة، أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا فإن مجرد تكثير السواد ووجود حشود من المسلمين تسعى جميعا بملء حناجرها لنصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبت أعداءه ويهزم نفوسهم ويحطم شخصياتهم. ولذلك في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان له 3 أعداء: المنافقون وهم الطابور الداخلي، واليهود الذين كانوا مع سكان المدينة قبل الهجرة، والمشركون الكفرة. فكان يسعى لتكثير سواد المسلمين في وجوههم حتى بالعواتق والحيض وربات الخدور يخرجن إلى المصلى فيكثرن العدد ويكثرن السواد، ويؤمر الحيض باعتزال المصلى، وتؤمر المرأة إذا لم يكن لديها غطاء من لباسها أن تقترب إلى أختها فتسترها معها في لباسها. هذا كان في العهد النبوي، وهو دليل على تكثير السواد والسعي إليه، وأنه مقصد شرعي مطلوب. كذلك لا بد أن نتذكر أن الذين يتطاولون على الجناب النبوي ما حصل لهم ذلك إلا لجهلهم به، لو عرفوه لما كانوا كذلك أبدا. فأنتم تعرفون أن الدواب والبهائم تأتيه منقادة، وأن الأشجار والجمادات تأتيه منقادة، وأن الحصى يسبح في يده، وأن الضب المذبوح يشهد أنه رسول الله، وأن المنبر الذي هو عليه هو منبره صلى الله عليه وسلم يفرح به، وأن الجذع الذي كان يعتمد عليه وهو الأسطوانة المخلقة جذع نخلة كان يستند إليه بخطبته، لما ذهب إلى المنبر عنه بكى شوقا إليه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبره واستلم الجذع وضمه، فتردد البكاء في ذلك الجذع كتردد البكاء في جوف الصبي حتى سكت. والحجارة تحبه وتسلم عليه كما ثبت في الصحيح، قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كنت أمر عليه فإذا مررت عليه رد علي السلام أو ألقى علي السلام. فإذا من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يحبه. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لقد كنت على أطباق 3، أولها كنت مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاديا له، ولم يكن أحد على وجه البسيطة أبغض إلي منه، ولو استطعت أن أقتله لكنت قتلته، فلو مت على ذلك لكنت في النار. الطبق الثاني: أدخل الله علي الإسلام فجئت فلم أستطع أن أنظر في وجهه حياء منه، ولم يكن على أحد على وجه الأرض أحب إلي منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه.
وكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني وأقف بين يديه، فلو مت على ذلك لكنت إلى الجنة. ثم حدثت بعد ذلك أمور الله أعلم بمآلها وما هي صائرة إليه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلونه هذا الإجلال، فكانوا إذا نطق كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا بصق وقعت في كف أحد منهم فدلك بها وجهه ورأسه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا حلق رأسه وزعه بينهم فمنهم من لا ينال إلا شعرة واحدة فيبتلعها، وإذا قلم أظافره اقتتلوا عليها فأخذوها. احتفظ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بأظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشعرات من شعره، فأوصى إذا هو مات أن تجعل داخل أجفانه في عينيه، فعند موته جعلوا أظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعرات من شعره داخل عيني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ودفن كذلك. وكان خالد بن الوليد نال شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاط عليها قلنسوة كانت عنده، فكان يجعلها على رأسه إذا أراد قتال العدو. وكذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها أخذت شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلتهن في جلجل من فضة، فكانت إذا مرض مريض أرسل إليها قدحا من ماء فتخض فيه الجلجل فيشرب منه فيبرأ. الحديث صحيح البخاري. وكذلك كان من إجلالهم وتوقيرهم له صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يبتدلون أمره ويريدون طاعته حتى فيما لم يعرفوه. في صحيح البخاري أنه كتب لابن جحش كتابا وأعطاه إياه مختوما، فذهب به هو وأصحابه لا يدرون ما فيه، لكنهم يبادرون إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أدى إلى قتل أنفسهم لا يهمهم ذلك. فقطعوا مسافات وهم يحملون كتابا مختوما لا يدرون ما فيه، فلما وصلوا إلى المكان الذي حدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا الكتاب فقرأوه وبادروا إلى تنفيذ ما فيه. ونحن معاشر المؤمنين يجب علينا أن نعلم أولادنا وأهلينا وجيراننا وجميع شعبنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعرفهم به. لما تطاول المتطاولون من جهلة أهل الأندلس على الجناب النبوي ألف القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رحمه الله كتاب الشفاء، فقال أهل الأندلس لولا الشفاء لما عرف المصطفى. ولذلك نحن جميعا مطالبون بالثناء عليه ومدحه بما هو أهله وذكر ما نعرف مما فيه، ولن نحيط بوصفه ولن نأتي على كل ما يستحقه ولن نقترب من ذلك أبدا، فقد أثنى الله الجبار جل جلاله عليه، فكيف بثناء المخلوقات جميعا. وذلك تعويد للألسنة على الثناء عليه حتى يكون حاضرا في الذهن، حتى يكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول رجل يخطر على بالك، فإنك ستسأل عنه في قبرك سؤالا منكرا فيقال لك ما كنت تقول في هذا الرجل. فإذا لم يكن الرجل الحاضر في ذهنك محمدا صلى الله عليه وسلم فحينئذ ستزل قدم بعد ثبوتها. لكن من كان الرجل الأول عنده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغني كما قال الشيخ أحمد البدوي رحمة الله عليه، حينئذ سيكون جوابك حاضرا وهو هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. أختم هذه الكلمة بأبيات من قصيدة قديمة قلتها في أمريكا عندما أرونا جبلا عندهم يسمونه جبل الشيطان في غرب أمريكا، فتذكرنا أحدا فقلت في قصيدة لا أحفظها كاملة: حبيك يا خير خلق الله ما نفد، وما توقف يوما ما ولا برد، ما زرت دارك بشوق يؤرقني إلا تزايد عندي الشوق واتقد، ولا أرى جبلا في الأرض منفردا إلا تذكرت مشتاقا له أحدا، ولن أزال بجيش من جيوشكم لنصر ملتكم أسمو به صعدا،
فالله أعطاك في خلق وفي خلق من الفضائل ما لم يعطه أحدا، وجمع الله فيك الحسن أجمعه، وطهر الله منك الروح والجسد، فقت الخلائق في خلق وفي خلق والمرسلين على ما هم به سعدا، قد فقتهم كلهم قربا ومنزلة، وفقتهم زمنا وفقتهم بلدا، وفقتهم أدبا وفقتهم حسبا وفقتهم نسبا وفقتهم ولدا، وفقتهم شرعة جاء الكتاب بها مهيمنا ناسخا بالحفظ منفردا، وفقتهم أمة تزهو بنسبتها إليك وهي على كل الورى شهدا، ما قيل مدح لمخلوق يناسبه إلا وأنت لذا أولى به أبدا، لو بالغ الشعراء في المدح أجمعهم لم يبلغوا منك معشار الذي حمدا، وما أنالك في ذي الدار ليس يرى معشار ما سوف يعطيك الكريم غدا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفقني الله وإياكم لخدمة دينه وإعلاء كلمته ونصرة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. دعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك ونصرة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا أجمعين في قرة عينه ومرضاته يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا،
يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحلل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وأعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم عليك بأعداء رسولك أجمعين، اللهم أنزل بهم المذلات، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم سلط عليهم ما لا يستطيعون دفعه، اللهم اسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به منهم المسلمين. اللهم أدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم عاد كل من عادى رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم خذ لرسولك صلى الله عليه وسلم منهم أجمعين بذئره يا أرحم الراحمين يا ناصر المظلومين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وفرج همومهم ونفس كروبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وعلم جهالهم واغلب فقراءهم ويسر امورهم واشرح صدورهم يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت وقولك الحق، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها هذه الساعة. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة،
أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي ما في علمك من حوائج جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.